جدي كان راجل عصامي سرق نفسه بنفسه. هل تبيع الدولة إيرادات قناة السويس؟ قال إن إحنا بنفكر نبيع قناة السويس. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا مش بنتكلم. مساء الخير يا موقع مصر. والله في مشكلة جديدة. إحنا كل يوم بيطلع لنا مشكلة. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. تداعيات النهارده وصلتني ان انا انزل في قناه السويس عن 40%. 40% خساره لغايه دلوقتي. لو احنا مفسدين مش هننجح، ربنا وحده المطلع علينا. تبين لك راجل مبروك وربنا استجاب لدعائك وبعت لك حته تعبان فل على كتفك. وانا على مدى الحلقات القادمه هوضح لكم بالتفصيل عن استهداف هذا الوطن وعن استهداف عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. احنا ورانا حاجه غير التطبيل للناس؟ قول يا رب. خلاص يا عم انت هتطبل لحد ما تصدعنا ولا ايه؟ تريليون دولار هنبيع القناه. كان في كلام كده متناثر عن دراسه لتوريق عائدات دولاريه للدوله. توريق عوائد قناه السويس. وكان الكلام ابتدى يكون عن قناه السويس. قال لك بتريليون دولار. هجيب لنا فلوس، سبحان الله، من ساعه ما قلت لي شغال معايا لا في فلوس ولا نيله. في قناه السويس اللي انا كنت متوقع منها 10.5 مليار دولار السنة دي. فجيت قلت لرئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس معاك كام؟ قال لي معيش بس. ما احنا فرحانين برضه. هي دي مصر يا أولجا اللي حكيت لك عنها. أي حد ممكن يرشق في أي مصلحة. والله يعني إيه توريق؟ يعني قناة السويس بتجيب لي في السنة 10 مليار مثلا. قلت له يا راجل يعني مؤسسة عملاقة زي دي ما يبقاش عندك ملاءة مالية 300-400 مليار؟ معلش معلش الا دور. المليارات عندي ملهاش قيمة بالمناسبة، اللي بيسمعني عارف الكلام ده. الفلوس بتعمل كل حاجة فعلا. ديفنتلي. فأنا بجيب باخد تمويل، بعمل سندات وباخد تمويل، وهذا التمويل مضمون بهذه العوائد. ما بص يا فندم، طول ما احنا فكرنا محصور إن أنا همول الدين بدين أنا رايح في داهية. على رأي المثل ماني توكس والشيت ووكس. توريق الإيرادات الدولارية هي الحصول على مبلغ دولاري مقدم من إحدى جهات التمويل الدولية. هل القانون ده فيه إن أنا ببيع القناة؟ أنا بسأل أسئلة محددة. كون أنت السبب يا كبير. لا ما يرضنيش. وحقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كبير. يا ما قلت لك خلاص لا. بالتأكيد هناك تأثير كبير جدا على قناة السويس، على دخل قناة السويس. الرئيس بيكلمك كتير قلقان من ما يحدث في قناة السويس سيادة الفريق؟ انت القائد. انا متفائل بس انا متشائم. قولي ليه؟ ليه؟ قناة السويس لغاية النهاردة يعني الشتيمة والهجوم اللي بيقولوا ان يعني احنا عملنا القناة التانية ليه ولا دفعنا فلوسنا ليه؟ انا بقول لهم اهو بالدليل العملي. لما تعمل قناة السويس النهاردة احنا بنقفل العشر وعشرة ونص السنة الجاية. طب النتيجة ايه؟ انا مش هاكل. خنق نفسه خربت في صدره. احنا منا قناة جديدة. يعني لا لا اللي لا. عملناه كله ده مش هيجيب لنا غير 90 مليون دولار. لا 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 هم قالوا كده. لا 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 هم قالوا كده. كان أول حاجة في قناة السويس واحنا بنعملها وحاول ان احنا نعمل مشروع نجمع الناس عليه. بكيت. قلت له يا فندم احنا اول يوم حفر ده الناس خلاص، ولا لو قلت اي حاجه خلاص الموضوع صعب يا فندم. قال لي لا، وحياه دموعك يا كامل كده، وحياه دموعك يا كامل هننجح وربنا هنجحنا، ما تقلقش. اشوف الواد ده بقى عشان انا هضربه. الواد ده سامج والله وبتعامله بالعافيه. عايز ارد. المشروع كان 60 مليار جنيه مش يا ابراهيم؟ كلف 60 مليار جنيه المشروع. قلت له طيب بس انا عايز ادي الامل للناس. يقول لك يعني انت بتصرف ال 60 مليار عشان تقول للمصريين ترفع معنوياتهم؟ عشان تتحرك الناس وبسرعه يروحوا يحطوا فلوسهم، يقوم يحسوا ان في حاجه كبيره هم بيساهموا فيها. يا لهوي يا بخت يا صابر. الضربات اللي وقفت قناة السويس وعن استهداف عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الراجل ده مش عايزينه. الناس اللي فوق دول الأمريكان والصهاينة والمتصهينين، عايزين الراجل ده يبقى موجود. ولكن ربنا سبحانه وتعالى الباني طالع. أنا جميعكم النهاردة لأمر دلل، نكون أو لا نكون، إحنا أصحاب الأرض، إحنا الأصليين. كاميرا وبصور وضع ثابت، يعني هقول لك
ماذا يحدث؟ وافق مجلس النواب على تعديل قانون هيئة قناة السويس والذي يسمح لها بإنشاء صندوق خاص. استنى مستر وسيم، دي ناس رضع زبالة وأنا عارفها كويس. معنا على التليفون بيشرفنا سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. ألو عايز ارجع الفضل بصراحة لفكرة الصندوق دي للسيد الرئيس عبد الحسيسي، هو اللي كان بدأ الموضوع معايا. معاك كام؟ قال لي معيش. ماذا سيحدث؟ معرفش. عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس، فلوس بجد مش فكة، ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. تقول يا راجل، المليارات عندي ملهاش قيمة بالمناسبة، اللي بيسمعني عارف الكلام ده. ماذا حدث؟ حضراتكم عارفين. تعمل لي صندوق تحط لي فيه الفلوس بتاعتك ديت. يا جماعة أنا مصر بتروح مني. رئيس قصدك الشمس بتروح منك؟ ومصر. صندوق تابع لهيئة قناة السويس. لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق. انتوا خلاص مش خدتوا حقكم من المال العام وتسكسكتوا، الباقي بقى للخصخصة. هو صندوق حضرتك يستدعي الأجنبي من خلال طرح الأوراق المالية في البورصة. يا جماعة الضرورات تبيح المحظورات، الكلام ده محدش هيقوله لكم. يا عم سيبك بالكلام ده اول بقى، بقول لك ايه، القانون الذي يجعل صندوق يقوم باستئجار وبيع الاصول ده هذا امر خطير. لا كده ما تبقاش خصخصه، دي تبقى مصمصه. حط ده على جنب. طيب بما انك هتبيع اصول، هتبيع اصول، انا اسف بقى، بص الجمل بايخه ازاي، يعني بما ان ده هيحصل. ركز معايا بس يا عمور، دلوقتي هنجيب الفلوس منين طيب؟ هل القناه النهارده لما يتعمل هذا الصندوق، مشكلتنا في مصر عندنا ازمه مع الصناديق الخاصه، ازمه كبيره بالمناسبه بقى لها عده سنوات. ليه؟ خلي بالك، انت عارف عن ايه صندوق انا اشرف عليه. يلا اتفضلوا معانا، خشوا. علشان ان انت هتبيع اصول، هتبيع اصول. هناخد حاجه كده ونحطها في الصندوق، يبقى رقم كويس وما تصرفش. كل ما بيصرفش قال لما انا اكون اقول هي كده. بس انا اسمع ان حضرتك ديكتاتور. بيقولوا فاكرين فبقى فيه ازمه ثقه في مساله الصناديق الخاصه. يهبل يهبل، دول بيضحكوا عليك جودنا الصميم. هل القانون ده فيه ان انا ببيع القناه؟ انا بسال اسئله محدده. هقول لك ليه، استنى بس. هل المشروع القانون المقدم للحكومه فيه ان انا هاجر القناه؟ ساذج، انا كان نفسي اديك تشخيص محدش دهولك قبل كده. صندوق النقد الدولي اللي طلع بيان بعد ما ان يعني وافق على اقراضنا 3 مليار دولار، وادانا الدفعه الاولى اللي هم 340. ويتكلم يقول لك البلد لازم تخلي بالها من دول، خدوا الفلوس تاني. تاني معلش يعني تاني خدنا الفلوس. انا ما خدتش الفلوس. استنى بس يا معلم، ما خدتش الفلوس. ابو علي انت عمرك رحت كفر الشيخ؟ لا يا شيخ. جوه بيان صندوق النقد قال لك ان مصر قرض اللي هي واخداه 3 مليار ده سيسمح لها بمبالغ اضافيه تصل الى 14 مليار، وده هتحصل عليه من اصدقائها ومن الدول الخليجيه. خلي بالكم، اتعمل دعم لمصر من الاشقاء في الخليج. ايوه عيب عليك لما تكون في السن ده وتتزوج. ده البيان بيقول كده، والبيان بيقول ايه ايضا؟ عبارة عن قروض وعن بيع أصول. ايوه عشان الرأي العام يا كبير. ماشي، انت مش غريب يا ادرس، كلام السر في سرنا كلنا. ربع ديون مصر خارجية لدول عربية. انت بتوصى على سبع جار. ربع الديون. ثم ماذا يحدث؟ بتعمل ايه؟ شوف كده دي تجيب كام؟ الجزر كيف؟ بترجع الجزر؟ الملك سلمان قال في نيويورك تايمز احنا ما نعرفش حاجة عن الجزر دي، ده الإخوة في مصر حبوا انهم يردوا الجميل فدونا الجزر دي. يا كده كل شهر نسقف نسقف ونحيي. كل واحد ليه وجهة نظر، كل واحد ليه وجهة نظر. مال يا اخويا مستحم، احنا في مرحله انتقاليه من النظام الاشتراكي الى النظام الراسمال، السوق الحر المفتوح. يا قانون لقناه السويس يا سياده الرئيس اللي مات فيه 120 الف مصري النهارده بفرغه من مضمونه. ما كانش يعرف ابدا انه هيجي زمن عواد ويتباع فيه الوطن ودم الشهيد في مزاد. هو على مر العصور النيل كان هبه الله لمصر، احنا في عصرنا ده سيادتك هبه الله لمصر. شكرا يا فندم. بالعكس ده انا مبسوط قوي، ده انت شايفني كويس. انا اتضايق قال. سلام. خمسه بالحب. تعالى اتفرج عليا وهم بيكبسوا لي.